تقول نحن مجموع عندنا جروب ما أعرف أقرأ الكلمة لقراءة القرآن الكريم، ترسل المشرفة الجروب كل يوم 10 صفحات حتى نختمه هكذا. اقترحت أخت أن نخصص لكل واحدة من الأخوات يوم يكون الدعاء لها، ومن كانت عندها كرب أو مشكلة يكون دعاء لها. لا يجوز هذا الكلام، هذا لا يجوز هذا الكلام. يضعون جروب ويتعاونون على قراءة القرآن ويساعدون بعض كاجتماع في المسجد، ما يستطيع يجتمعنا في المسجد، يجتمعنا من خلال هذا الجروب نقرأ هذه الصفحات العشر، إما واحدة تقرأ والبقية تسمع، أو كل واحدة تقرأ لوحدها دون أن يسمعها الأخريات، وإنما من باب التشجيع أن قرأتي. طيب هذا طيب، أما تخصيص دعاء لفلان أو تخصيص دعاء لفلان فهذا غير صحيح أبداً.